نبدأ بإيه؟ نبدأ بالكفتة ولا بالجمبري ولا بالطاجن؟ نبدأ بالطاجن عشان يكمل تسويته ويتسبك في الكريمة بتاعته واحدة واحدة. طيب عندي هنا بسم الله الرحمن الرحيم في حلة سخنة واحدة واحدة كده، وهبدأ أشتغل بالطاجن ده، وأحب أطرقع شوية كده البيض السبيط ده، يبقى يطرقع كده بمعنى كلمة إيه؟ هنسمع الطرقعة القصد عليها، وياخد كده إيه؟ شبه جزء من التسوية بالتشويح. هنشوف، نشيل بس الجرنش اللطيف ده، فلفل أسود بسم الله الرحمن الرحيم، وسنة ملح قبل أي كلام أهو كده أهو. وهجيب عندي كمان يعني لو حبينا، لحظة أجيب بس زبدة من التلاجة عشان احنا قلنا بالكريمة، فلازم أكيد هنديله مدام زبدة، فدام بالكريمة يبقى لازم نديله زبدة ودقيق عشان نربط الكريمة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، أدي مكعبين زبدة حلوين ماشي الكلام، ينزلوا يسيحوا كويس، وهنبدأ نشتغل واحدة واحدة ببيض السبيط. طبعا موجود، سعره مش غالي زي ما حضرتك متوقعين، بس اهم حاجه نعمله مظبوط وصح. بشوح الاول الزبده كده في الحله على سخونيه لطيفه عشان اقدر اسمع الطرقعه اللي هنسمعها دلوقتي او اللي انا قصدي عليها. بسم الله، هي دي اللي قصدي عليها، سمعتها؟ بس هو ده المطلوب اثباته كده اهو، وابدا اشوحهم من الاول مع بعض. طب بتستفيد بايه يا شيف لما الحاجات دي تنزل على نار سخنه؟ اولا ما تجيبش مني ميه، اتنين لو خدت لون انا مستفيد بدل ما احس ان هو مسلوق، ثلاثة حافظ على قوام كل حاجه. بص اللون اللي قصدي عليه من الزبده، فلفل اسود مديني ريحه كويسه، وهو ده المطلوب اهو. هبدا اشوحهم مع بعضهم كده اهو، ولا شغال هو نايف نايف، ما اسويش اكتر من كده بقى عليه تشويح واقلب فيه اكتر من كده. اجيب عندي البصل بالفلفل وانزل بيه واحده واحده، سامع الطرقعه؟ هي دي الحكايه اهو، الفلفل والبصل كله نايف نايف بقى عشان اسوي حاجتي على مزاج اهو. طبعا كل الخضار اللي موجود ده فايده غذائيه عاليه جدا للكالسيوم، وكمان نسبه البروتين اللي موجوده في بيض السبيط طبعا مع السي فود اكيد في طعم حلو قوي ان شاء الله اهو. نايف نايف كده، وهنشوف الحكايه ماشيه ازاي. حط ده هنا كده، والمشروم كمان ممكن ينزل يتدلع معاهم شويه كده اهو. وهاجي هعمل حركه ذكيه بسيطة جدا وسهلة، معلقة واخد الحلة الحلوة بتاع كل اسبوع مع حضراتكم دي، حلة المرقة الجمبري اللي بشتغل بيها دائما مع حضراتكم كل اسبوع. باخد قشر الجمبري وابدأ اوظفه ببصل بتوم بكل الحاجة انا عايز اعملها كلها، ويطلع معايا في الاخر مرقة جمبري ثابتة للاكل كله. ازود صوص، اعمل صوص كاريماري، اعمل صوص جمبري، اي حاجة. بص معلقة الدقيق دي الحركة الذكية اللي بكلم عليها مع التقليب، مش هبان بسم الله اهو، شوف كده اهو ما بانتش. طيب وبعدين ايه لازمتها؟ هقول لكم حالا لازمتها ايه. وانا شغال هجيب عندي المغرفه وهبدا اصفي بالمرقه بتاعتي. بسم الله واحد اهو، نجيب بقى كمان مصفى عشان ايه الحبهان والقرنفل والحاجات دي ما تبقاش كلها هنا اهو. بسم الله اهو، شوف بعمل ايه. هسوي الاول الخضار بتاعي بمرقه الجمبري، موضوع الكريمه خليه في الاواخر يكون تاتش، ما هوش الاساس في الحكايه اه. كمان واحده، يبقى انا بسوي الطاجن بتاعي بمرقه الجمبري، فبالتالي ضامن ان شاء الله تسويه مظبوطه وكمان طعم حلو. ارفع بقى خالص المرقه دي الناحيه الثانيه، اوسع، ونيجي بقى ندي تقلبتين حلوين ونساوي امورنا اه. بص التقلبتين دول هنا بقى الصوص هيبدا يربط من ايه؟ من الزبده ومعلقه الدقيق مع ريحة وطعم وقوام الجمبري، مرقة الجمبري. احنا كده ان شاء الله في عملية ناجحة 100%. طيب هتدلعهم بإيه يا شيف؟ والله تعالى نبهر حاجتنا بحبة ملح وكمان حبة بهارات سي فود وشكرا على كده. تمام تمام، هنعمل إيه بقى دلوقتي؟ نغطي عليهم ونسيبهم شوية. نيجي هنا عشان البوتاجاز هيبدأ يفصل مننا، نعلي النار على الشواية عشان نخش في الطبق اللي بعده. بعد ما عملنا كده تعال نبص بص على الطاجن الحلو ده ونشوف الحكايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. شوف الكلام بقى، شكل الخضار عامل ازاي، المرقه نشفت، الصوص عندي بقى منه فيه، شايف الكلام؟ هنا بقى انا سويت حاجه. طب استوى ولا لسه شفت؟ تعالى كده يا استاذ معايا، شوف بعمل ايه، خدت بالك؟ شوف اهو استوى. طب نعمل ايه بقى؟ نجيب حبه الكريمه اللباني وندلع
نبهرين وحاطين مرقه وحاطين خضار وكل شيء ما شاء الله زي الفل. هذه حبه الكريمه بقى اللي اخد فيها اخر غلوه وهتربط لي الصوص ان انا عايزه في الاخر بقى احط جبنه. ما احطش انا كده زي الفل. بص المنظر الطاجن عامل ازاي اهو. هسيبه غلوه قدامي وبعد كده هبدا اضيفه عندي في طاجن شيك او بايركس لطيف، ابدا ادخله عندي في قلب الفرن ياخد غلوه. لو عايز احط جبنه هقفل بيها مش عارف. تعالى كمان نغرب بالمره طبق بيض السبيت ده قبل ما افكر اسخنه تاني. الصراحه اجيب له طبق ايه، اجيب له طبق ايه. طبق الازرق ده حلو. ونسيت اقول لكم كمان الجمبري لميته من الشوايه سبته عندي في الفرن يكمل مع التتبيله اللي كانت باقيه منه مع نفسه كده عشان ما ينشفش مني على الشوايه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. شوف الكلام وشوف الصوص بقى هنا الحبه اللي في الطاجن دول اهم دول كده اهو. اه شايف الصوص عامل ازاي منه فيه. عايز ازود بقى عليه كريمه تاني بس انا شايف ان هو كده عسل قوي وزي الفل. اه هجيب منديل بقى واروق الطبق ده. يبقى كده فاضل عندي ان شاء الله، فاضل عندي الشوربه تاخد تسويتها والطاجن في الفرن يعيش حياته ويكمل تسويته بتاع الجمبري عشان يطلع بقى جاهز. يبقى كده واحد اتنين وعندي التالت باذن الله في الفرن، والكفته دخلناها الفرن. هطلع فاصل صغير جدا بعد فاصل نواصل. اتفضلوا.